بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي في قناتكم فارس البرمجيات على اليوتيوب. حضرتك إذا كنت شاهدنا الأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل منشرتنا الجديدة. أما إذا كنت متابعين القناة لو الفيديو عجبك ما تنساش تشاركه مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. النهاردة هنشرح مع بعض إزاي نشغل سخان الغاز بشاحن. إزاي نشغل السخان بتاع الغاز زي ما انت شايفين كده هوت بشاحن بدل الحجرة، تمام؟ الشتاء داخل علينا زي ما انتوا عارفين، والحجرة ديت في الشتاء بتخلص على طول. هتلاقي نفسك كل شوية بتغير حجر، كل شوية عمال تجيب حجر جديد، وانت دلوقتي تلاقي مثلا عز الصبحية تبقى عايز مثلا تشطف ولا حاجة، والحجر بسبب الرطوبة وسبب السقعة ان الحجر ما بيشتغلش معاك حتى لو الحجر جديد. واحيانا بيعملها معاك الحجر ما بيشتغلش وانت تحت المية، او انت عايز تشطف، او انت عايز تشغل المية السخنة، فبتلاقي معاك ان الحجر بيعمل المشكلة ديت. وطبعا دوت بغنى كمان، انتوا عارفين الحجر سعره غالي، تقريبا سعر الحجرين الترشي دوت، الحجرين الترشي دول دلوقتي تقريبا سعرهم 25 جنيه، يعني السعر غالي بتاعهم. انت بتغير حوالي 5-6 مرات في الشتاء حجرة الترشي، لكن النهاردة هخليك تستغنى بإذن الله عن الحجر دوت وتستخدم الشاحن دوت على طول. هتشغله في الكهرباء وتشغل السخان الغاز. هوريكم على طول قبل ما اعمل تجربة للسخان بتاع الغاز، هوريكم هنعمل ايه. هوريكم الاول ان مفيش حجرة في السخان زي ما انت شايف كده. بص، ده مكان الحجرة، مكان الحجرة اهو فاضي، مكان الحجر اهو فاضي زي ما انا وريتك اهو. بص، مكان الحجر فاضي، وهشغل السخان قدامك وهتشوف. انا شغلت المايه السخنه اهي زي ما انت شايف. اللي متابعنا بص هتلاقي ليه الدرجه عماله تزيد، درجه الحراره عماله تزيد، المايه السخنه شغاله. بص بالادابتور اهو نشغل المية السخنة عن طريق الشاحن. بص الفيديو اهو متوصل معاك من غير اي موقف اي حاجة اهو، شايف بدون حجرة، تمام. وادي زي ما انت شايف كده السخان شغال، تمام. نخرج بقى بره الحمام وهوريكم واقول لكم احنا هنعمل ايه عشان خاطر نشغل السخان بتاع الغاز بدون حجرة. اشترك الان بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى مشاركة المقطع ودعمه بلايك. ورجعنا لكم تاني بعد ما خرجنا من الحمام عشان نوريكم احنا هنعمل ايه. اول حاجة هتعملها اسفل الفيديو اللي تشاهده الان هتلاقي لينك هتضغط عليه تقدر تشتري الشاحن اللي احنا شفناه دلوقتي في الحمام اللي بيقدر يشغل السخان، تمام. طيب لو انت مش عايز تجيبه عن طريق اللينك هتروح لاي حد بتاع كهربا، يا اما اي حد بتاع ادوات كهربائيه، هتقول له انا عايز الشاحن بتاع السخان اللي هو 3 فولت و2 امبير، 3 فولت زي ما انت شايف اهو و2 امبير، الورقه بتاعته اهي 3 فولت و2 امبير دوت الشاحن اللي احنا هنستخدمه معانا في السخان، تمام. وادي الحجره بتاعتنا دي اللي كانت موجوده، طبعا هنستغنى عنها خلاص، مش هنستخدم دلوقتي بعد كده حجره تورش خالص. هيجي طبعا معاك الشاحن زي ما انت شايف كده اهو بالطريقه ديت، بس هتلاقي ديت راكبه فيه، هتلاقي ديت هنا اهو راكبه فيه كده اهو، يعني هنا قصه، تمام. انت دي هتبقى راكبه فيه كده، بس طبعا مش هو ده الشاحن. الشاحن اللي ورته لكم جوه اللي هو متركب، الشاحن اللي هو متركب جوه في السخان ده شاحن تاني قديم عندي انا بوريكم عليه، تمام. دي هتلاقيها راكبه فيه كده اهو. كل اللي عليك ان انت هتقص الراس ديت، هتقص الراس ديت، تمام. وهتقشر السلك من ناحيتين كده، هتقشر السلك من ناحيتين زي ما انت شايف كده. بعد ما بعد ما هتقشر السلك من ناحيتين كده اهوت، دايما الناحيه الموجب هتلاقي عندك هو هيبقى لونين، هتلاقي عندك لون احمر ولون اسود زي ما انت شايف كده، لون احمر ولون اسود. بس هو طبعا الشاحن ده قلت لكم الشاحن اللي هيركب، تمام. اللون الاحمر هيبقى موجب، حتى كاتب انا نهوت اللون الاحمر موجب، اكتب معايا كده اللون الاحمر موجب واللون التاني سالب، ايا كان لونه يبقى اللون الاحمر موجب واللون التاني سالب. كل اللي علينا فعله ان احنا هنفك الوش بتاع السخان، هنفك الوش بتاع السخان. بعد ما نفك الوش بتاع السخان مكان ما الحجره راكبه هتلاقي فيه سلكتين راكبين من الحجره من جوه،
هنشيل حتة البلاستيكة اللي عليها، هنشيل حتة البلاستيكة اللي عليها وهنلف ديت عليها كده اهو، هنلف ديت عليها الشركة اللي احنا مقشرينها دي، هنلفها على الطرف اللون الاحمر، هنلفه على الموجب. هتلاقي من جوه في البيت بتاع اللي هو الحجرة، البيت بتاع الحجرة من جوه لما تفك السخان من جوه كده البيت بيبقى شكله كده طالع زي قبتين، في زي قبتين مكان عالي ومكان عالي. هتلاقي مكتوب من فوق عليه كده العلامة ديت، العلامة اللي هي بتاعت الموجب. العلامة بتاعت الموجب هوصل فيها الطرف الاحمر، هوصل فيها الطرف الاحمر، والطرف التاني هوصله في الطرف السالب ايا كان لونه بقى. يعني الطرف هيطلع يبقى معاك لون اسود كده، اوصله فين؟ في السالب، اما الاحمر مع الموجب. تمام، واوصل كده زي ما انا عملت، واوصل ايه؟ هوصله في الكهرباء، هيشتغل معايا ان شاء الله زي ما انا وريتكم في التجربه. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه. كل اللي عليك اللي هو الطرف الاحمر، هنفترض ان ده الطرف الاحمر، هنوصله فين؟ في الموجب، والطرف ده هنوصله في السالب. وما تقطعش السلك من جوه من مكان البطاريه، ما تقطعش السلك من مكان البطاريه، انت ممكن تقطعه على طول ببنسه او بزراديه، وبعد ما تقطعه ببنسه او بزراديه تلفه على طول مباشره وتشغله على الكهرباء. لكن ما تعملش كده، ما تعملش كده ليه؟ عشان انت حبيت في يوم من الايام تستغنى عن الشاحن وتوصل بطارية، وتوصل بطارية هيشتغل معاك، لان النور لما بيقطع مش هتعرف تشغل السخان. تمام، فانت ممكن يكون عندك حجر زي كده السدن، او حجر كان لسه فيه شوية، تحطه في قلب السخان وتشغله عادي. يا رب المعلومة تكون عرفتها، ابسطها ووصلها لك. طيب لو انا جبت الشاحن ومعرفتش اوصله هعمل ايه؟ هتكلم اي حد كهربائي او اي حد سباك او اي حد بيعمل الوصله بتاعت الشاحن في السخان وتبدا توصله. يعني مش لازم تعمله انت بنفسك، لو انت مش هتقدر تعمل الموقف دوت او العمليه ديت، انت هتتصل باي حد سباك او اي حد كهربائي وهيجي يعملها لك، هيوصل لك الشاحن تمام مكان الحجره، وتقدر تشغل طول الشتاء السخان بتاعك بالشاحن بالكهرباء على طول بدل الحجره. طيب مميزات الموضوع ده، مميزات الموضوع دوت ان انت تقدر تستغنى عن الحجاره القلم، الحجاره قصدي الترش، الحجاره الترش دي بعد كده مش هيبقى لها لازمه عندك، انت فاهمني. وسعر الحجر 25 جنيه، يعني سعر الحجرين دول كده اهوت عشان تشغل السخان 25 جنيه، وكمان ما بيكملوش معاك في الشتاء اسبوع ولا اسبوعين وتلاقيه خلص. بيعرضك طبعا، بيعرضك لمواقف رخمه ومواقف صعبه، ممكن تبقى نازل على الشغل مثلا او عايز تشطف في الليل والدنيا ساقعه لكن السخان ما بيشتغلش معاك. طيب هجيب الحجر، هجيب الشاحن دوت منين؟ قلنا هتشتري الشاحن دوت من عند اي حد بتاع ادوات كهربائيه بتاع صيانه، اللي هو عنده غسالات وتلاجات وحاجات زي كده بيبيع الشواحن زي ديت، دوت شاحن اهوت تمام. او ممكن تشتريه من اللينك اللي انت هتلاقيه اسفل الفيديو، هتضغط على ازهار المزيد هتلاقي لينك، ان شاء الله هحط لك اللينك بتاع الشراء. تمام، هيوفر معاك فلوس جامد قوي قوي، مش هيحطك في مواقف محرجه. يا رب اكون عرفت اوصل لك المعلومه، المعلومة سهلة بسيطة، كل ما عليك بس ان انت تركز وبإذن الله تقدر تعمله بنفسك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع اصدقائك حتى تعم الفائدة. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.